ومن ميونخ تلتحق بنا مراسل الإخبارية رملة الفرات. أهلا بك رملة معنا. بداية هل لك أن تطلعينا على ردود الأفعال حول كلمة وزير الخارجية عادل جبير؟ نعم، لقد تم التفاعل بشكل إيجابي جدا مع كلمة معالي الوزير الخارجية عادل الجوبير، وذلك لاحظناه طبعا من خلال التصفيق الحار بعد أن أنهى كلمته. طبعا الكلمة لمعالي الوزير في البداية قال أنني أحب أن أبدأ بداية بالحديث عن بلدي، عن المملكة العربية السعودية، في ظل هذه التغيرات الكبيرة والتحول وخطة التحول الوطني التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، في الفترة الأخيرة، وخصوصا على صعيد التحول الاقتصادي وترك الاعتماد على النفط فقط، وإنما تنويع الاقتصاد السعودي، وأيضا التغيرات على الصعيد الاجتماعي والسماح للمرأة السعودية بالقيادة، وأيضا حضور المباريات في الأماكن ملاعب العامة. وقال أن كل هذه المعطيات أو كل هذه التغيرات وهذه الخطة التحول الوطني جعلت من المملكة في الفترة الحالية دولة أكثر أمانا، أكثر قوة، وأكثر رخاء، وأكثر استقرارا. أيضا تطرق خلال الكلمة، طبعا كان قبل كلمة معالي الوزير الجبير تحدث الوزير الإيراني جواد ظريف، وهاجم المملكة كما هي العادة، هاجم المملكة العربية السعودية في قبل بداية كلمته. فتطرق معالي الوزير الخارجية عادل الجوبير إلى هذا الهجوم المفتعل من قبل وزير الخارجية الإيراني، وأوضح بالنقاط والمعلومات والموثقة كحقائق، ليس كلام، مجرد كلام كما تحدث جواد ظريف بمجرد كلمات دون أي معلومات. كان رد معالي وزير الجوبير بالوثائق والحقائق، بالمعلومات، بالتواريخ، عن تدخل إيران، عن الصواريخ البالستية التي تطلقها على الحوثيين، يطلقوها على المملكة العربية السعودية، والتي تهاجم فقط المدنيين. الصواريخ تذهب تقع على أماكن مدنية. أيضا تطرق إلى تدخل إيران في سوريا، في العراق، في لبنان عن طريق حزب الله. أيضا تطرق إلى تاريخ النظام الإيراني منذ الثورة الإيرانية، الثورة الخمينية كما تسمى، تفجير سفارة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، في التسعينات في لبنان. أيضا تطرق إلى أن التدخلات الإيرانية ليست فقط في المنطقة، فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما حتى في الدول الغربية، على سبيل المثال في ألمانيا، خصوصا نحن إذا كما نعلم بأن في خلال هذه الأشهر القليلة، أقل من سنة، تم اكتشاف جاسوسين يعملان لصالح النظام الإيراني ويتبعان للحرس الثوري ولفيلق القدس، الذراع الخارجي الذي ينسق هذه العمليات الاستخباراتية لصالح النظام الإيراني. أيضا تطرق معالي في خلال الجلسة، تم سؤال معالي الوزير حول من قبل نصر الحريري، مسؤول أو رئيس وفد المعارضة السورية، بأن شكر طبعا في البداية المملكة العربية السعودية على مساهماتها الكبيرة، سواء من ناحية توحيد المعارضة، وسواء من ناحية العمل على تحقيق حل عادل
والسلمي لصالح الشعب السوري. وسأل معالي الوزير أن التدخلات الإيرانية السافرة هي واضحة لكل العالم وهي معروفة ومعلومة وبالتواريخ وإلى آخره، فلماذا لا يتم على الأقل من ناحية الدول العربية أو المنطقة الإقليم لاتخاذ مواقف حاسمة وصارمة اتجاه هذه التدخلات السافرة من قبل إيران؟ فجاء جواب معالي الوزير بأن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدا للتعاون مع أصدقائها سواء العرب أو الدول العربية أو الإسلامية أو حتى الغربية لتشكيل سياسة أو استراتيجية تضع حد لهذه التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة، بما أن هذا هو مؤتمر للأمن والسلم. إذن كيف يمكن أن ويشارك ويناقش تناقش إيران منهجية السلم وتحقيق الأمن في المنطقة وهي تفتعل هذه بتدخلاتها تفتعل كل هذه المشاكل والحروب سواء عن طريق ميليشياتها حزب الله أو الحوثيين؟ نعم. أو في سوريا بشكل مباشر عن طريق تدخل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. وأيضا تحدث عن أن ليبيا أنهم المملكة العربية السعودية تشجع الأطراف كافة الأطراف الليبية المتدخلة في هذا الموضوع أن تجلس على طاولة واحدة وتتوصل لحل سلمي ينقذ ليبيا ويساعد على أن تعود السلام إلى ليبيا. وأيضا تحدث عن العلاقات البدء التي بين العراق والمملكة التي بدأت بالتطور بشكل متسارع كثيرا سواء على الناحية الاقتصادية أو التبادل التجاري إلى آخره. نعم. إذن كانت معنا من ميونخ مراسل الإخبارية رملة الفرات. شكرا جزيلا لك.